والله انا يا عمر وانا جاي مع الطريق فضلت علي لي قصه، وهي القصه هذه العم الله يرحمه هو سولف عليها. يلا رحمه الله، علمي يا عمي الله يرحمه مات عمره 125. ما شاء الله. اي والله يرحم الله لك. ولا له منظمه الا اربع بنات فقط رقى. ما شاء الله. ومن هالانثى هذه اللي بقص عليكم قصته، يقول سبحان الله جانا صادوف ما دني الحدي ابدا. يقول مضيت وقت طويل يمكن عمره تعدى 60، يقول وخاطر هل حرمت لها اله وخذاها يخطر عندها لها. يقول لهم خطرت عندها لها، يقول لي ما لما الحرمت لها وخذها هذه، يقول ما هي سهله يعني، مرتين يقول لطيفه ومرتين يطلع عمر عندها راي وعنده. يقول هو اسمه عيدي، قالت يا عيد يا مال غنيمه عمرك الحين فوق الستين، يوم ما تاخذ وش بلاك؟ هو فيك عله؟ هو فيك شيء؟ يقول قالت لي كلام يقول مؤثر، مؤثر الكلام اللي قاله، يقول تضايقت منه. وهي عندها بنت مطلقه. يقول قلت يقول ما خلاص يتكلم، حشرت الحشر. يقول قلت يا اخوي انت عندك ست بنت مطلقه، سانتي صادقه؟ قالت تخطب. خلاص راح له مد. يقول يا طول عمر البنت خبر من اول يا ابن لحيه الغام تشرواكم ودهم الناس الطيبين، ولا يجي خطابه واجدي. هذه فزت عيدي بخطبه ويجون خواطي وتطردها. ويدرون العرب قالوا ايه انت قصد سعيد، عيد يمزح عليه سعيد مو اخر. عيد لو بياخذ عمره الحين فوق الستين لو بياخذ مبطي. لا تسفين بنفسك يا بنت الحلال خوذي. ايه وتقول لك الكلمتين من الشعر اللي خلان عيد يجي ويخطبه وياخذه. يا سلام. اي والله اي والله. تقول ما فيها يا عيد؟ اي يا الا والله فيها يا عيد. اي تقول اي الناس تضحك علي بلاش، الناس تضحك علي بلاش وقول ابي عيد ما صيدي، الناس تضحك علي بلاش وقول ابي عيد ما صيدي، ان عاش راسه ما اخذت اللاش. يا سلام. الله يجنب مواريدي. ان عاش راسه وما اخذت اللاش الا يجنب مواريدي، ولسان خلي يعني من حاج اصبر سمر اصبر صبر الله جديدي. والله الى اخوان لحيه الغامي متوفي وصابرت عنه. ولسان خلي يعني من حاج اصبر صبر الله جديدي، صبرت عن عزي الحواش رفاي سبدي عن البيد. سلامتكم خلاص صارت يوم عيالك. يا سلام. يا سلام يا سلام يا سلام. الله يوفقك. اي والله. يقول خالد البراك يقول واحد من اصدقائي حكى لي قال ان اول لقاء مع زوجته ليله العرس قال لها وش رايك في ذوقي؟ قالت لا انا وش درين عن ذوق. اي والله عشان توي كم هو خبل بس. قال لا ذوقي ايش رايك فيه؟ انا اخترت اسم بد الناس كلهم. اها يقول استانست انبسطت ذاك اليوم اخر انبسط. اي والله شوفوا شلون لف علي. اي شوف احيانا بعض الكلمات ترى. يعني هذه قالت لها بيتين جابت عيد وخذها. كلمات زينه واذا قال الكلام الزين ما مثله. أيوة في مثل هالقضايا ما مثل التلطف. صح ما مثل ترى بعض الناس يقول والله ما اعرف وش ما تعرف خير ان شاء الله. أيوة تلطف زبط الامور معه وانت زبط الامور مع رجلك. هلا بقلبي هلا بعيني هلا والله بنور البيت هلا والله بمسندي هلا بالغالي. اعطوا من هالكلام الزين وش انتم هذا كلها اجور تاخذونها عند رب العالمين وتزينها هذا وفي نفس الوقت تربون ابنائكم على هالقضايا ان في تلطف فيما بينهم واضح وظاهر. وبعضهم لو جاء عند العيال لهم كتمين رسميين وش كنهم فيه؟ حول ولا قوة. والله كذا بعض الاباء والامهات لا انتم ابرزوا لعيالكم اللطافه الجميله ياخذونها منكم وتصير معهم بينهم وبين زوجاتهم. اسال الله ان يوفق الجميع ويبارك في الجميع يا ربي يا الله. والله انا نفرح الى يعني قيل فلان بيتزوج نفرح له وتضيق صدورنا لا قيل والله ماشي اموره مو بزينه. طيب اصبر ما كملت شهر شهرين ثلاثه سنه سنتين اصبروا يا جماعه الخير وابشروا بالخير اللي عند الله. قولوا يا الله يا ربي يا الله تسهيل تسهيل وابشروا بالخير. ولا لا والله والله يوم تدخل